يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالعالم المجتهد المطلق؟ وهل ابن تيمية رحمه الله قد وصل إلى هذه الدرجة؟ المجتهد المطلق مثل الأئمة الأربعة والليث بن سعد وسفيان الثوري، والأئمة الذين يستطيعون استنباط الأحكام من الأدلة، عندهم أهلية. أما من جاء بعدهم فهو مجتهد مذهب، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن حجر ومجتهدي مذاهب، وابن عبد البر، هذول مجتهدي مذاهب ليسوا مجتهدين مطلقين. نعم.